فركت الكوسة. يكفي 4 أشخاص. المقادير: 10 حبات كوسة مقطعة إلى مربعات بقياس 1 سنتيمتر، 200 غرام لحم غنم مقطع مربعات بقياس 1 سنتيمتر، 4 ملاعق طعام زيت نباتي، بصلة مفرومة ناعما، عصير نصف ليمونة، 3 فصوص ثوم مفروم ناعم، 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل، 1/2 ليمونة شرائح، ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: نسخن الزيت النباتي في طنجرة، نضيف البصل والثوم ونحرك لمدة 3 دقائق على نار متوسطة، نضيف اللحم للمكونات ونحرك لمدة 3 دقائق، نضيف الكوسة المقطعة إلى المكونات ونحرك لمدة 2 دقائق، نخفف النار ونغطي الوعاء ونطهو لمدة 10 دقائق مع التحريك كل 3 دقائق لكي لا تلتصق المكونات. نرفع الغطاء ونضيف الفلفل الأسود والزنجبيل والملح وعصير الليمون، نسكب المزيج في طبق التقديم ونزينه بشرائح الليمون.